في شهر رمضان الكريم وموائد رمضان بنستقبل عدد كبير من الضيوف، وممكن المكان يكون عندي ضيق لتجهيز الأواني اللي والكاسات، فأنا بدل ما أحط الكاسات بالشكل هذا ممكن أحطهم فوق بعض، بضع قطعة من الكلينكس أو أي مناديل ورقية وأرص الكاسات بهالطريقة، وكل شخص بيقدر يأخذ الكاسة اللي عايز يستعملها بسهولة.